جانب النيابة العامة المالية، حضرة الرئيس علي إبراهيم، حضرة النائب العام داني شبلي، حضرة النائب العام لطوف، جانب مجلس القضاء الأعلى، حضرة الرئيس جان فهد وسائر الأعضاء المحترمين، جانب ديوان المحاسبة، حضرة الرئيس فوزي خميس وسائر قضاة ديوان المحاسبة والنيابة العامة لدى الديوان، جانب رئيس وأعضاء مجلس شورى الدولة، جانب هيئة التفتيش المركزي، حضرة الرئيس جورج عواد، جانب هيئة التأديب الخاصة بالبلديات، حضرة الرئيس مروان عبود، وحضرة مفوضة الحكومة السيدة أنطون لدى هيئة التأديب، معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، معالي وزير العدل لواء أشرف ريفي، سعادة محافظ جبل لبنان، حضرة قائم مقام وحضرة مدير عام البلديات، كل اللي سميتهم وأكثر، حتى بالنيابة العامة الاستئنافية الرئيس كلود كرم وحضرة النواب العامون، كلكم إلكم علاقة بملفنا، بملف ضيعتنا. الوضع متفائم، الوضع كارثي بضيعتنا. موضوع صار اخذ 4.5 سنين من الفساد المستشري بضيعتنا، بعد ما طلع قرار من اي مركز قضائي، من اي مركز اداري، مرجعيه اداريه للجم وضبط الوضع بقرنت شهوان. هل سيدي رح وجهه لحضرتكم ورح وجهه للراي العام بكل اطيافه، اطيافه الروحيه، اطيافه السياسيه، أطيافه الإعلامية، أطيافه المدنية، كل شخص بيعني له الموضوع. المتضررين صاروا كتير كتير كتار بقرنت شهوان، والأموال عم تمرق مثل القمع إلى جيوب قليلة كتير، وكان ممكن مئات العائلات تستفيد من الأموال اللي عم تنصرف وتنهدر ببلدية قرنت شهوان، إضافة إلى أنه في أموال جبيت بطريقة مخالفة لقانون القيم التأجيرية، بعد ما حدا لجمها، بعد ما حدا ضبطها. أعضاء لجنة القيم التأجيرية صارت قابضة أكثر من 150 مليون ليرة، ثلاث أرباعها مخالفة لتعميم معالي وزير الداخلية. كيف بدنا نضبط هالقصة؟ صارت موازنة 11 مليار ليرة وأموال رح تشوفوا كيف صرفت، وحاطت مختصر قد ما فيه قبل اللي ما عنده وقت يحضر ساعة ونص من هالسيدي يلي هو تحليل على كل المخالفات اللي ارتكبوها الخبراء الخبيرين جان بو صالح وجهاد الزين. نحن رح نختصر لكم ب 15-16 دقيقة قد ما فينا، تيلي ما عنده وقت انه يحضر هالسيدي كله يحضر هال 15-16 دقيقة، وبتعرفوا قديش في فظاعات، وبتعرفوا قديش كل حضرتكم لازم كل واحد يتدخل بدوره تيلجم هالموضوع وتنوقف هالكارثة الواقعة ببلدية قرنت شهوان وعين عارو بيت كيكو والحبوس. هيدا الكلام موجه أكثر لحضرة نائب العام المالي داني شبلي، لأنه الخبيرين جان بو صالح تم تعيينهم من قبل النيابة العامة المالية، وقاموا بتضليل النيابة العامة المالية توصلنا لحفظ الملف. وطبعا نحن بنعتبر هذا حفظ مجحف، هذا حفظ ما كان لازم ينحفظ، وخسرنا وقت كتير، وخسرنا قد ما بدكم اشياء تانية غير وقت، نحن وسائر المواطنين والسكان بهالمنطقة. وشكرا للرئيس شبلي ولكل المسؤولين بالنيابة العامة المالية على التوسع بالتحقيق، ونحن واجباتنا ننور القضاء على كل الوقائع تنسهل اتخاذ القرارات والبدء بالمحاكمات. بركي منقدر نوصل نحن وياكم لبدء محاكمات بوقت قريب.